بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه هنتكلم عن اول شيت في ماده الاناتومي. هنتكلم عن ايه في المحاضره دي؟ عن انترودكشن للاناتومي اللي هو الجروس اناتومي. احنا هندرس ايه السنه دي ان شاء الله في السمستر عندنا؟ هندرس المايكروسكوبيك اناتومي او دراسه الاناتومي على مستوى الانسجه التيشوز، ودي هي ماده الهيستولوجي. وان شاء الله هندرس هنا الاناتومي اللي هو ماده التشريح او الجروس اناتومي اللي هو الجسم اللي انا اقدر اشوفه بالعين المجرده. Anatomy is the study of structure، يعني دراسة البنية. يعني أنا بدرس البنية. يعني بنية إيه يا دكتور؟ يعني أنا بدرس بنية الجسم نفسه، بدرس عضلة من الجسم، بدرس مفصل من الجسم. أنا شايف العضلة دي بعيني؟ يبقى أنا هدرس العضلة دي اللي أنا شايفها بعيني، المفصل اللي أنا شايفه بعيني، إنما اللي أنا مش شايفه بعيني اللي هو النسيج، اللي هي الخلايا. الخلايا دي هندرسها في نوع تاني من الأناتومي اللي هو الهيستولوجي. طيب، الأناتومي طبعا كلمة مشتقة من كلمة يونانية معناها to cut up أو to cut open، يعني إن أنا نفتح أو نقطع. طيب، the definition of anatomy. نكمل في الديفينيشن. عندنا انواع من الاناتومي، عندنا الجروس اناتومي وده اللي هندرسه هنا في الماده دي، عندنا المايكروسكوبيك اناتومي وده هو الهيستولوجي، عندنا الجروث اند ديفلوبمنت دراسه النمو والتطور، هي دي الامبريولوجي او علم الاجنه. هندرس رقم 4 راديولوجيكال اناتومي ونيورولوجيكال اناتومي. طيب، الراديولوجيكال ده يا جماعه اللي هو بتاع الاشعه، يعني دراسه الاناتومي بالاشعه. الاشعه دي انواع، في منها الاكس راي وفيها الام ار اي وفي منها السي تي، تمام، وفي منها الالترا ساوند برضه. ايه هي اكتر حاجه مشهوره؟ طبعا الاكس راي. اكتر حاجه بنستخدمها للعظام السي تي، اكتر حاجه بنستخدمها للسوفت تيشوز العضلات وكده والفيسلز اللي هي زي الشرايين والاورده بتكون الام ار اي، تمام. النيورولوجيكال اكتر حاجه بنستخدمها في النيورولوجيكال اللي هي النيورولوجيكال كوندكشن ستاديز، لان النيورو ده بيمشي فيه شحنات كهربيه. فانا عشان خاطر ادرس مدى فعاليه او مدى ان النيرف ده بيشتغل كويس ولا لا، بعمل حاجه اسمها النيرف كوندكشن ستادي، دراسه قدره او فعاليه العصب. طيب، مش هقلكوا طبعا الحته الاخيره دي، اعرفوا عن نفسكم بس هتبقى عليكم قدام ان شاء الله. طيب، الديفينيشن كمل فيه برضو. ذات ويتش وان كان سي، ان انا بقدر اشوف بالعين المجرده، يبقى انا بدرس الحاجه اللي بقدر اشوفها بالعين المجرده. طيب، عندنا اثنين، ريجنال وسيستميك. الريجنال يعني منطقي، يعني وضعي. طيب، سيستميك على مستوى السيستم او الوظيفي. طيب، بدرس البادي ستاديد باي اريا، يعني بدرس مثلا الدراع ده اسمه ريجنال، الرجل اسمها ريجنال. طيب، سيستم يعني لما ادرس الكارديو فاسكولار سيستم، لما ادرس السي ان اس سيستم. كارديو فاسكولار سيستم ده اللي هو جهاز اللي هو جهاز القلب، الجهاز الدموي، يعني مش عارف اسمه بالعربي ايه بصراحه، يعني سي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي. طيب، نكمل. عندنا انواع، عندنا سايتولوجي وهيستولوجي وأورجانولوجي. طيب، ايه السايتولوجي ده؟ جاي من سايتو، خدناها في الهيستولوجي، كلمه سايتو يعني سيل، يبقى السايتولوجي ذا ستادي اوف سيل. طيب، الهيستولوجي، هيستولوجي اللي هو ستادي اوف تيشوز اللي هو دراسه الاناتومي تحت الميكروسكوب. أورجانولوجي اللي هو ذا ستادي اوف اورجانز، باخد كل عضو مع بعضه، زي مثلا الاستوميك اللي هي المعده، زي مثلا الكبد، زي القلب مثلا. اوكي، حتى الان اللي خدناه حتى الان يا جماعه موضع اسئله، ال 3 types of anatomy، سايتولوجي اللي هو دراسه السيلز، الاورجانولوجي دراسه الاورجان، وخدنا برضو الانواع بتاعه الاناتومي اللي هم الخمسه اللي تحت بعض. اول ثلاثه دول اللي هي دراسه السيل او التيشوز، ده الهيستولوجي. دراسه الديفلوبمنت والتطور، الجروث اند ديفلوبمنت، ده الامبريولوجي. والجروس اناتومي او النكت اي، ده اللي احنا بناخده دلوقتي اللي هو الجروس اناتومي. طيب، ديفلوبمنتال اناتومي اللي احنا خدناه من شويه، تعال بقى يعني نعرف يعني ايه ديفلوبمنتال اناتومي. ذا ستادي اوف اناتوميكال تشينجز ان لايف سايكل. ممكن يجيب لك سؤال ام سي كيو في الحته دي، يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك ديفلوبمنتال اناتومي از، ويجيب لك اربع سطور او اربع ديفينيشنز ويقول لك اختار الصح. طبعا الصح هيكون ذا ستادي اوف اناتوميكال تشينجز ان لايف سايكل. يجيب لك ذا ستادي اوف اناتوميكال تشينجز ان لايف سايكل ويقول لك ايه هو اللي بيوازي التعريف ده، طبعا هيكون ديفلوبمنتال اناتومي. يعني ايه اناتوميكال تشينجز ان لايف سايكل؟ يعني انا بشوف الجنين من اول ما بيبقى زيجوت، حاجه صغيره كده، مجموعه من السيلز، وبيفضل يكبر 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 وبيتكون انسجه فيه لغايه ما يوصل للجسم البني ادم الطبيعي. عندنا حاجات في الاناتوميكال تشينجز، طبعا عندنا النسيجات او الانسجه اللي بيتكون منها الجسم. عندنا مثلا حاجه زي الميزوديرم بيطلع منها العضل، عندنا حاجه اسمها الاندوديرم بيطلع منها الفيسلز، عندنا الاكتوديرم بيطلع منها مثلا الانسجه الثانيه. طيب، انسجه اخرى يعني. طبعا الكلام ده برده اللي هو انواع الانسجه، الميزوديرم والاكتوديرم والاندوديرم، ده مش عليكم دلوقتي على الاقل. طيب، structural levels
of organization. طيب انا عندي كيميكال اللي هو الاتوم، اتوم بتعمل لي موليكيول، الموليكيول بتعمل لي تيشو. طيب يبقى انا بدرس اول حاجه على المستوى الكيميكال الاناتومي الاتوميكال اللي هو على المستوى الذري والجزيئي، طبعا ده تحت الميكروسكوب. سيلولار على المستوى الخليه، خلاص بقى اتوم مع شويه الكترونات مع شويه نيوترونات عملت لي سيل. طيب بعد كده شويه سيلز يعمل لي تيشو. يشترط ان عشان تعمل لي تيشو ان انا ما اقدرش اعد السيلز دي، يعني تكون السلات دي او الخلايا دي عدد غير محدود انا مش قادر اعده، انما لو كانت 1 2 3 4 فهي لسه ستيل سيلز ما عملتش تيشو. شويه تيشوز مع بعضها يعملوا لي اورجان، شويه اورجانز مع بعضهم يعملوا لي سيستمز، وشويه السيستمز بقى دي مع بعضها تعمل لي بودي اللي هو تعمل لي جسم الانسان. طيب الكيميكالز احنا قلنا اتومز كومبايند تو فورم مولكيولز، سيلز تو ميك ار ميد اوف. تعالى بقى الكيميكال هنا بتكلم ان الاتوم، بصوا معايا يا شباب، اتوم شويه اتومز مع بعضها يعملوا لي مولكيولز جزيئات، شويه سيلز، سيلز دي ار ميد اوف مولكيولز يعني شويه مولكيولز مع بعضها يعملوا لي سيل. طيب شويه سيلز مع بعضهم يعملوا لي تيشو، شويه تيشوز مع بعضهم يعملوا لي اورجان، اورجانات مع بعضها يعملوا لي جسم الانسان. يبقى انا ببدا باول حاجه شويه ذرات، شويه ذرات يعملوا لي مولكيولز، شويه مولكيولات يعملوا لي سيلز خلايا، شويه خلايا يعملوا لي تيشو نسيج، شويه تيشوز يعملوا لي اورجانز اعضاء، شويه اعضاء يعملوا لي سيستم نظام، الانظمه الكامله بتعمل لي جسم الانسان. طيب تعالى بعد كده بقى الاناتوميكال بوزيشنز، ودي بقى احنا كده دخلنا في الجد في موضوع النهارده. يعني ايه يا دكتور الاناتوميكال بوزيشن او التيبيكال اناتوميكال بوزيشن؟ يعني هو الوضع التشريحي المثالي اللي اتفق عليه علماء الاناتومي ودكاتره ماده الاناتومي عشان خاطر كل الدارسين في كل العالم يتفقوا على وضع معين. اقدر اقول لك ان ده انتيريور لده او ده بوستيريور لده، يبقى انت متخيل الوضع المثالي. يعني انا مثلا ما اقولكش واحد، ما اجيبلكش واحد نايم على ظهره واقول لك اتكلم لي في الوضع التشريحي بتاعه. واحد تاني هيقول لك طب انا عايز ادرسه على الجنب الشمال، واحد هيقول لك انا عايز ادرسه على الجنب اليمين. يبقى لازم يكون عندي وضع تشريحي مثالي، ودي موضع اسئله اللي احنا هنتكلم فيه اللي جاي ده، ده موضع اسئله. طيب ايه موضع الاسئله اللي ممكن اتسال فيه هنا مثلا؟ تعال نشرحها الاول وبعد كده نقول الاسئله. طيب ايه هو التيبيكال اناتوميكال بوزيشن؟ ايه هو الوضع التشريحي المثالي؟ اولا تبقى انت واقف اريكت. يعني ايه اريكت؟ يعني واقف منتصب. منتصب وراسك او الهيد تكون از ليفل وذ ذا بودي، يعني تكون منتصبه على وضعتها او الوضع المثالي بتاعها، واللي هو ازاي تكون العين باصه لقدام، تكون باصص في عين الاكزامينر، تكون باصص في عين اللي بيفحصك، والراس ما تكونش مايله يمين ولا شمال، لا تكون واقفه اريكت بحذا الجسم. طيب الايدين يكونوا على الجنب، وكفوف الايدين البالمز ار فيسنج فوروردز، باصين لقدام مش باصين لورا، مش باصين بالجنب. تمام الثمب الصباع الكبير pointing او out way of the body، يعني بعيد عن الجسم. شوف هنا، شوف هنا، شوف الصباع ده والصباع ده باصين بعيد ازاي عن الجسم. يعني لو كان الصباع ده ضامم لجوه او الصباع ده ضامم لجوه، يبقى ده وضع تشريحي غير مثالي حتى لو الباقي كله صح. طيب يبقى انت اول حاجه يا جماعه تكون واقف منتصب، وتكون راسك ات ليفل وذ بودي، يعني في نفس المستوى بتاع الجسم، مش مايله يمين ولا شمال، عينيك باصه لقدام، ايديك الاثنين في جنبك، والبالمز الاثنين كفوف الايدين باصين لقدام، والثمب اللي هو الصباع الكبير بتاعك اوت واي او اوت سايد اوف ذا بودي، يعني باصص لبره مش باصص لجوه. وطبعا الرجلين يكونوا متوازيين وفلات على الفلور. يعني ايه فلات على الفلور؟ يعني على الارضيه مباشره، مفيش حاجه تحتهم، يعني ما انتش واقف على ترطيف صوابعك او مفيش حاجه بين رجلك والارضيه. تمام يبقى ده الوضع التشريحي المثالي. نقوله تاني بسرعه، سكيما بسرعه، عشان يا جماعه ده موضوع اسئله زي ما انا قلت. يبقى اول حاجه تكون واقف منتصب، راسك في نفس مستوى جسمك، عينيك باصه لقدام، ايديك باصه لقدام، وفي جنبك والثامبس الاثنين صوابعك الكبار باصين لبره مش باصين لجوه، outwards او outside of the body not inside او towards the midline، يبقى lateral مش middle، بس دي لسه هناخدها قدام. اعرف بس ان الثامب بيبص lateral يعني لبره، لو بص medial يعني لجوه. الرجلين الاثنين يكونوا متوازيين وفلات على الارض، مفيش حاجه بينهم وبين الارضيه او منتش واقف على طراطيف صابعه. تعالى بعد كده هنا بيقول لك مثلا في الصوره هنا عندك كورونال بلين والترانسفيرس بلين والساجيتال بلين، ناخدهم ان شاء الله في السلايد الجايه.
تعال بقى البادي بلينز او مستويات الجسم. احنا عندنا كام مستوى يا دكتور؟ احنا عندنا 4 مستويات. هو في الحقيقه احنا عندنا عدد لا نهائي من المستويات، لكن هم قسموها 3 رئيسيين وواحد بيشمل كل شيء ما عدا الثلاثه دول. ايه هم الثلاثه الرئيسيين؟ عندي الفرونتال بلين، وعندي الساجيتال او الميد ساجيتال او الميديان بلين، وعندي حاجه اسمها ترانسفيرس او الهوريزونتال بلين. اي حاجه ما عدا الثلاثه دول بسميها اوبليك بلين. طيب ناخدهم كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه الكورونال بلين او الفرونتال بلين او الفيرتيكال بلين. ده بيقسم لي الجسم يا جماعه لنصين، نص القدام قدام قدام. ازاي يعني؟ زي ما انا شايف اللابتوب قدامي دلوقتي والكرسي ورايا، اللابتوب ده قدامي الكرسي ده ورايا، يبقى بيقسمه لي ليه anterior part and posterior part. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا باجي من فوق من عند السكال كده، باجي بالعرض واجي اقسمها نصين، بحيث ان مثلا الانف والفم والانف والفم والعينين اهو دول بقوا في النص اللي انا قطعته اللي قدام، والمخ ورا والعمود الفقري بقوا في الحته اللي ورا. يبقى انا قسمت الجسم بحيث نص وشي اللي قدام بقى اللي قدام، والمخ اللي فاضل من نص راسي من ورا، والعمود الفقري بقى ورا. يبقى انا يا جماعه قسمت الجسم لحته قدام انتيريور وحته قدام يعني بوستيريور. يجي السؤال هنا الحته ازاي؟ يقول لك the body plane which divides the body into anterior و posterior part. ويجي يقول لك ويحط لك في الاختيارات vertical plane، او يجي يحط لك في الاختيارات frontal plane. يبقى انت لازم تكون عارف الثلاث اسماء بتوع البلين، مش اسم واحد بس، تعرفهم. كورونال بلين هو هو الفرونتال بلين، هو هو الفيرتيكال بلين. موضوع سؤال واكدنا على كده. طيب اوكي اللي بعده، تعال بقى كده ترانسفيرس بلين. ده من اسهل بلينز اللي ممكن تعدي عليك، اسمها ترانسفيرس او الكروس سيكشنال بلين او الهوريزونتال بلين. زودها عندك، اكتبها في نوت على جنب، اسمه الهوريزونتال بلين. طب ده بيعمل لي ايه؟ ده بيقسم لي الجسم لحته فوق وحته تحت. باجي هنا من عند الوسط كاني جبت منشار وقسمت الحته دي، اللي بقيت قسمت الجسم حته فوق وحته تحت، زي افلام الرعب كده بالظبط، حته فوق حته تحت. ده الحته فوق دي اسمها سوبيريور، سوبيريور فوق، سوبيريور فوق او انفيريور تحت. سوبيريور فوق انفيريور تحت، ثلاث اسماء الثلاث اسماء يا جماعه بتوع البلين ده. كل بلين كده حتى الان له ثلاث اسماء. ده هسميه ترانسفيرس بلين او الهوريزونتال بلين او الكروس سيكشنال بلين. اوكي طيب تعال بقى ناخد الثالث، ساجيتال بلين او الميد او الميديان بلين او الميد ساجيتال بلين. الساجيتال بلين يا جماعه ده بيقسم لي الجسم لحته يمين وحته شمال. يعني باجي من فوق كده اهو، باجي كده اهو كده 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 اهو، زي ما انا ماشي كده قسمت الجسم لحته يمين وحته شمال. طيب الحته اليمين دي اسمها ميديال، والحته الشمال او الابعد اسمها لاترال. يبقى انا بقسم الجسم لحته يمين وحته شمال. اعرف لي كده بس لغايه دلوقتي، لغايه ما ناخد الميديال واللاترال، ان السجيتال بلين بيقسم لي الجسم لحته يمين وحته شمال. طيب عندنا حاجه اسمها البارا ساجيتال بلين، ودي مش موجوده هنا لكن موضع اسئله وبتيجي. ايه هو البارا ساجيتال بلين ده؟ البارا ساجيتال بلين ده ببساطه ان انا باجي بدل ما هو في النص بالظبط كده، اقسم لي الجسم بين بالظبط لنصين متساويين في الميد ساجيتال او الميديان بلين. لا انا بخلي حته اكبر من الثانيه. بيجي يقول لك في السؤال حته او الحته اليمين اكبر بكتير او اكبر من الحته الشمال، ده اسمه بارا ساجيتال بلين مش ساجيتال بس. يبقى ما تبقى في الحته اليمين او الحته الشمال اكبر من الثانيه بسميه بارا ساجيتال بلين. طب يا دكتور انا بعرف انه بارا ساجيتال بلين على انه ناحيه، مش احنا قلنا انه ناحيه الناحيه اليمين مثلا كبيره والناحيه الشمال صغيره؟ لا، يبقى الناحيه الكبيره دي وحشه، الباراسيجيتال بيتعاطف مع الصغير، يبقى الباراسيجيتال دايما هيبقى على ناحيه الجزء الصغير. يبقى لو بيقول لك في السؤال ان الحته اليمين او الجزء اليمين the right side is bigger or wider than the left side، يبقى it is a parasagittal plane situated or positioned on the left side. طيب لو العكس بقى، ان الليفت هو الكبير والرايت هو الصغير، يبقى الباراسيجيتال هيتعاطف مع الصغير، يبقى هيروح ناحيه الجزء الصغير، يبقى هيبقى باراسيجيتال بلين على الناحيه الشمال. طيب نكمل. هي دي
البلينز اللي اتكلمنا عليها كلها. طبعا الرسومات دي مش مهمه مش بتيجي طبعا. تعالى بقى دايركشنال تيرمز اوف ذا بودي او الاتجاهات التشريحيه للجسم. يعني ايه دايركشنال تيرم؟ طيب بيقول لك دايركشنال تيرمز ار بريسايس اند بريف اند فور موست اوف ذيم there is a correlative term that means just the opposite. طيب الكلام ده كله كلام نظري. نكمل هما بقى ايه بقى. تعالى بقى نشوفهم اللي هما directional terms of the body. طبعا يا جماعة الحتة الاخيرة دي مبديش في الامتحان ولا لها اي لازم. طيب directional terms of the body او relative and directional terms of the body. يعني مثلا اللي هو relative term يعني المصطلح المسؤول عن الحتة دي من الجسم او الحتة الموجهة او الاتجاه ده من الجسم. يبقى ده المصطلح المسؤول عن الحتة دي وصفها فين من الجسم. directional هي relative. يبقى هم اسمها relative terms of the body او directional terms of the body. طيب عندنا anterior و posterior. احنا قلنا من شوية كان ايه اللي بيقسم الجسم لanterior and posterior sections او يعني حته انتيريور حته بوستيريور. كان مين؟ كان الكورونال. طيب الكورونال او الفرونتال كان بيقسمهم لحته انتيريور. انتيريور يعني ايه؟ يعني حته قدام. فباجي قدام معناها انتيريور. يعني زي ايه؟ زي اللابتوب ده زي ما هو قدامي دلوقتي يبقى ده انتيريور. طيب الكرسي اللي ورايا ده ورايا يبقى ده بوستيريور. عندنا بقى كلمتين تانيين اقل شيوعا من انتيريور وبوستيريور بنستخدمهم برضو اللي هي دورسال وفنترال. اعرفهم ازاي؟ يا رب ببساطه. بوستيريور حرف البي عنده فتحه فوق كده شبه الاو او شبه الدي. ودورسال حرف الدي برضو اهو عنده فتحه ودول دي بعدها او دي بعدها او. يبقى بو دو يبقى بوستيريور دورسال. بو دو بوستيريور دورسال. والتانيين مع بعض يبقى انتيريور مع فنترال. كده اعتقد اتفهمت واتحفظت. تعالى بعد كده relative and direction terms of the body بنكمل فيها برضو. نيجي بقى superior و inferior. احنا قلنا superior يعني ايه؟ يعني الله ينور فوق. inferior يعني تحت. اخدنا قبل كده في الهيستولوجيا يا جماعة اشوف كلمة cranial اجري على الدماغ. cranial معناها كلمة دماغ باللاتيني. يبقى cranial معناها الدماغ. الدماغ فين؟ الدماغ فوق. يبقى الدماغ superior. يبقى cranial دماغ superior. كرينيال دماغ سوبيريور. يبقى كرينيال مع سوبيريور والكلمه الثانيه مع انفيريور يبقى انفيريور معها كودال. يبقى سوبيريور كرينيال كودال انفيريور. طيب تعالى بقى كده بقى الميديال واللاترال. يعني ميديال ويعني لاترال. انا جبت خط منصف للجسم اهو خط تخيلي طبعا منصف للجسم. اي حاجه تقرب لي من الخط ده تدخل لجوه كده. اي حاجه تقرب لي من الخط ده دي اسمها ميديال. اي حاجه تبعد لي عن الخط المنصف للجسم دي اسمها لاترال. اي حاجه تقرب من الخط المنصف للجسم اسمها ميديال. اي حاجه تبعد لي عن الخط المنصف للجسم اسمها لاترال. تعال بقى نطبق علينا مثلا كده. انا دراعي في جسمي دراعي وجنبي الحيطه. دراعي ده انه اقرب لخط المنصف لجسمي الدراع ولا الحيطه؟ لا دراعي. يبقى دراعي ده ميديال ليا بالنسبه لي كده ميديال. والحيطه دي بالنسبه لي لاترال. طب الحيطه دي والاوضه اللي جنبي الحيطه دي انه اقرب الحيطه دي ولا الاوضه اللي جنبي؟ لا الحيطه دي اقرب للخط المنصف لجسمي. يبقى الحيطه دي ميديال والاوضه اللي جنبي لاترال. مع ان الحيطه دي كانت من شويه لاترال بس عشان خاطر كان في اللي اقرب منها اللي هو كان مين؟ كان دراعي. طب وفي اللي اقرب من دراعي اللي هو مين مثلا؟ اللي هو كتفي او عظمه الكلافيكال اقرب برضه للخط المنصف. يبقى كل ما نقرب ناحيه الجسم اتكلم في ميديال كل ما ابعد عن الجسم اتكلم في لاترال. تعالى بقى كده ديب وسوبرفيشال. دول سهلين. ديب يعني عميق سوبرفيشال يعني سطحي. جرح عميق جرح سطحي. خدش على الجلد بره اسمه سوبرفيشال. حاجه دخلت جوه في الانسجه جوه اسمها ديب. طيب تعالى بقى بروكسيمال وبروكسيمال وديستال. هنستخدم فيها قاعده هتسهل لي الامر بتاعها. اي حاجه قريبه من الجدر او الجذع بروكسيمال. اي حاجه بعيده عنهم يبقى ديستال. يبقى الورده وجدرها. الورده وجدرها. اللي قريب من الجدر او قريب من الاصل او قريب من الجذع اسمه بروكسيمال. البعيد يبقى ديستال. هيجيب لك في السؤال يقول لك كلمه روت. روت يعني ايه يا دكتور؟ معناها كلمة جذر أو جزع. يبقى هنستخدم فين أول ما نشوف كلمة روت على طول؟ أو أول ما نشوف أي حاجة تدل على كلمة جذر أو جزع على طول أستخدم كلمة أو قاعدة الوردة وجدرها. يبقى بعد كده بقى اللي يحدد لي إنها بروكسيمال ولا ديستال. بعيدة ولا قريبة؟ بروكسيمال يعني قريب، ديستال يعني بعيد. أول كلمة في السؤال هتلاقي كلمة تعبر عن القرب. نير. طب لو فار يبقى ديستال. يبقى نير بروكسيمال فار ديستال. طيب كده خلصنا الشرح. ثواني هفتح الفايلات الاسئله ونناقشها مع بعض. طيب يا جماعه اول سؤال عندي بيقول لي the following statements describes
ده اناتوميكال بوزيشن، التيبيكال اناتوميكال بوزيشن اللي اتكلمنا عنه. تعال بقى نتكلم ايه هو، نفتكر مع بعض كده التيبيكال اناتوميكال بوزيشن. ان انا باصص لقدام، راسي في نفس مستوى جسمي، منتصبه في النص، مش باصه لا يمين ولا شمال، جسمي منتصب، ايدي الاثنين في جنبي، والبالمز بتاعتي الكفوف ايديا باصين لقدام، والثمب اللي هو الصبع الكبير باصص لبره، باصص بعيد عن الجسم مش باصص لجوه، رجليا الاثنين جنب بعض متوازيين وواقفين فلات على ارضيه مسطحه، مفيش حاجه تحتهم، وانا مش واقف على رجل ورجل ورجل، او مش واقف على طراطيف صابعي. تعال نشوف انه ستيتمنت من دول او انه وصف من دول يطابق الوصف ده. The eyes are looking backwards. يعني طبعا اكيد لا. The eyes are looking forwards. طيب the upper limbs are hanging by the sides. مظبوطة. طب اختارها دي على طول؟ لا طبعا، ما ممكن يكون في اجابة تانية وبيخيرك وكتب لك في الاخر AMB، يبقى اختار AMB. لو ممكن يكون كتب لك في الاخر all of the above، نبقى نكمل قراية الاجابات الاخر يا جماعة عشان خاطر ما نقعش في الغلط. طيب the palms are facing backwards. لا طبعا، the palms are facing forwards قدام. The thumbs are directed medially. طبعا غلط، medially يعني الجوه، laterally يعني البره. لا، the thumbs are directed laterally. طيب السؤال اللي بعده، the anatomical position is. ايه هو اكتر وصف من دول بيطابق typical anatomical position؟ a term used referring to the body facing forwards and sitting down. sitting down of course not. erect standing واقف. طيب the position in which the body is lying down. اكيد غلط، اكيد انا ما كملش، خلاص كلمه غلط بوظت الوصف كله، كلمه غلط ممكن تبوظ لي كامل الوصف حتى لو كله صح. طيب تعالى التالت، the position in which the body is erect. okay it's erect. facing front. yes it's facing front. with feet parallel. yes indeed feet are parallel. and arms are hanging at the sides. yes of course arms are hanging at the sides. and the palms are facing forwards. it is the describe or the description of the typical anatomical position. this is the right answer number c. okay number d, the position in which the body is erect. okay it's erect. facing forwards, that's also right. with feet parallel, yes it's parallel, برضو متوازية صح. and the arms hanging at the side, برضو صح. And the palms facing backwards, that is so wrong. The palms are facing forwards. الكفوف الايدين بتكون باصه لقدام مش لبره. تعال بشوف رقم دي، كل الوصف صح بس كلمه واحده غلط. فانت ما تجيش تقرا اول جزء ده وتختارها، لازم يا جماعه نقرا الاجابه لاخرها ونقرا السؤال لاخره واعرف السؤال عايز ايه واعرف الاجابه المظبوطه ايه كلها بالكامل. طيب the plane which divides the body into two equal halves. طيب two equal halves حتى الان مهم، ممكن يكون فوق او تحت او يمين او شمال. لا بيقول لك بقى right and left. اللي بيقسمها لي right and left كان ايه يا جماعه؟ كان الميديان بلين. كان ليه اسم تاني يا دكتور؟ كان ليه اسم تاني، حد يقوله؟ الله ينور، يبقى ساجيتال بلين او الميد ساجيتال بلين. لكن لو كان بارا ساجيتال بلين يبقى هنشوفه في سؤال تاني. اوكي طيب which of the following is true about the coronal plane. coronal plane حد يقول لي كده يا دكتور، حد من الشاطرين كده يرد عليا يقول لي كان ايه الاسماء التانية بتاعت الكورونال بلين؟ كان اسمه الفرونتال بلين. كان بيقسم الجسم لايه؟ It is a horizontal plane. of course not. the coronal plane is not a horizontal plane. the horizontal plane is the transverse plane. okay. it divides the body into anterior and posterior halves. yeah, yes that's true. anterior and posterior half. حتة قدام حتة ورا. it cuts the body into upper and lower halves. of course not. that's the transverse plane أو the horizontal plane اللي كان بيعمل كده. طيب it is a vertical plane that divides the body into two equal halves right and left. no that is not the one who does this. the one who does this is مين اللي ساحلينه فوق؟ is the median plane أو sagittal plane. طيب السؤال رقم خمسة نشرح فكرته مع بعض. the anatomical term that means away from the median plane. away بعيد، بعيد lateral، بعيد lateral قريب ميديال. لما يا جماعه دي لما اجي اتكلم فين؟ لما اجي اتكلم عن الميديان بلين، انا بتكلم هنا عن الميديان بلين اللي هو في النص، اللي هو الساجيتال اللي كان بيقسم الجسم لنصين متساويين يمين وشمال. لما اجي اقول لك the term means away from the median، يبقى يا جماعه عشان اتكلم اقول right and left يبقى لازم اكون بتكلم عن الميديان بلين. انما لو بتكلم عن بروكسيمال وديستال الورده وجدرها يبقى دي بتكلم عن بروكسيمال وديستال. لما الاقي حاجه فيها كلمه روت
مالك حاجه بتتكلم لي عن بروج عن حاجه مثلا بيقول لك اون نير ذا روت او كلمه روت وكاتب لك نير او فار، يبقى انا بتكلم عن بروكسيمال وديستال. انما لما يجي يقول لك ميديان بلين رايت اند ليفت يبقى بتكلم هنا لاترال وميديال، يبقى ذا اناتوميكال تيرم ذات مينز اواي فروم ذا ميديان بلين ات از لاترال، او طب تواردس تواردس او في اتجاه ذا ميديان بلين يبقى بتكلم عن ميديال. طيب تعال بعد كده the anatomical terms that means او nearer to the root of the limb. كلمة root اهي، كلمة root امسكها من هنا افتكر قاعدة الوردة وجدرها. طب كاتب لي ايه بقى عشان اعرف اتكلم عن، انا عرفت ان انا هتكلم عن proximal and distal. طيب proximal and distal يبقى هتكلم عن قريب ولا بعيد. طب لقيت كلمة nearer معناها قريب، قريب يعني proximal، يبقى اختار proximal. طب لو كانت away يبقى اختار distal. جميل عظيم، بس خلاص احنا كده خلصنا الفايل ده في اللي علينا فيه، نشوف الفايل التاني ان شاء الله. طيب نشوف الفايل التاني، وده فايل مش محلول حليناه مع زمايلكم طبعا في الاونلاين، لكن هنا انا هنقول السؤال وفكرته على طول للانجاز. طيب the plane that divides the body into large، اوكي شرحناها في المحاضره، اتمنى انكم تجاوبوا عليها، هديكم فرصه ثانيتين تفكروا في السؤال قبل ما انا اجاوبه. طيب يلا عظيم. طيب تعال بقى نشوف الفكره، بقول لك large right part and small left part، يبقى انا كده عرفت ان انا هتكلم عن قاعده السجيتال. طيب هنا بقول لك large right part، في حته اليمين اكبر من الحته الشمال، يبقى هنا مش هتكلم عن سجيتال، لا هتكلم عن بارا سجيتال بلين. طيب يا دكتور البارا سجيتال بلين بيتعاطف مع مين يا دكتور؟ انا لسه قايلها، بيتعاطف مع الناحيه الصغيره، نصير المستضعفين، الناحية الصغيرة، الناحية الصغيرة هنا فين؟ هي الناحية الشمال، يبقى باراسجيتال بلان على الليفت يا جماعة، يبقى الليفت باراسجيتال، يبقى عرفنا الفكرة بتاعت إيه؟ لقيت لارج رايت، لقيت رايت أند ليفت، عرفت إنها سجيتال. بس لقيت لارج رايت، لقيت في عدم تناسق أو عدم تساوي بين الناحية اليمين والناحية الشمال، عرفت إن أنا هتكلم عن باراسجيتال. طب عرفت إن أنا هتكلم عن ليفت ولا رايت باراسجيتال منين؟ لا الباراسجيتال دايماً بتتعاطف مع الناحية الصغيرة. يبقى البارا سجيتال هتروح هنا ناحيه، في الحاله دي هتروح ناحيه الليفت، هتبقى ليفت بارا سجيتال. طيب اوكي. طيب which of the following is responsible for، ده مش علينا دلوقتي. طيب what is the type of the unit، برضو مش في الدرس ده، تعال نشوف ده علينا. the بارا سجيتال بلين divides the body into احنا قلنا ايه؟ رايت اند ليفت. ايكوال ولا ان ايكوال يا شباب؟ اكيد ان ايكوال، اكيد، لان ده بيعمل لي حته شمال صغيره وحته رايت كبيره، او حته شمال كبيره وحته رايت صغيره. طيب شوف السؤال اللي بعده، السؤال ده اللي هو بتاع الادكشن اوف توز اوكيرز ان ويتش دايركشن. ادكشن يا جماعه نشرح فكرتها سريعا كده، ادكشن اد، اد يضيف، اد يعني جمع، اد على الفيسبوك بتضيف حد، بتضيف يعني بتضم، يعني دراعي لما يقرب لجسمي ويلزق فيه ده اسمه اد دكشن، لما دراعي ده يبعد عن جسمي يبقى اسمه ابدكشن، يبقى ادكشن ابدكشن. بيقول لك الادكشن اوف توز اوكيرز ان ويتش دايركشن، يعني ايه ادكشن؟ يعني همسكهم بصبع بايدي كده زي ما انا ماسكهم دلوقتي واحضمهم على بعض، اشوفهم هيروحوا ناحيه فين. هل هم هيروحوا ناحيه الميدل تو؟ طبعا لا، الميدل تو اصلا ماشي زيه زيهم، ماشي معاهم. اواي فروم ذا بيك تو؟ لا، ده رايحين ناحيه البيك تو اصلا، ناحيه البيك تو، بس البيك تو برضه رايح معاهم. طيب away او towards the big toe؟ لا، البيج تو اصلا كمان من ضمن الصوابع ماشي معاهم اصلا، يعني لان التوز دي صوابع الرجل كلها، البيج تو ده اللي هو الصباع الكبير. towards the second toe برضه لا، هم الصوابع كلها كتله واحده ماشيين مع بعض. towards the midline of the body، اوكي ده مظبوطه، دي اجابه مظبوطه، لان كلهم بيتحركوا للداخل ناحيه الخط المنصف للجسم. بس كده يا جماعه نكون كده خلصنا شرح المحاضره الاولى التقديميه او التاسيسيه في الاناتومي الشيت الاولاني سنه اولى طلبه السودان. حلينا الاسئله، ان شاء الله نلتقي في محاضره ثانيه، والشيت الثاني ان شاء الله عدد الاسئله هيكون اكبر، وان شاء الله هيكون في زي واجب او هوم ورك هبعته لكم وتبعتهم لي بالايميل. شكرا وموفقين ان شاء الله.